الجديد ديالي كنحضر البوم ثاني بعد نجاح الالبوم ديالي الحمد لله اللي لقيت عليه صدى طيب اللي كان فيه اغاني مغربيه وخليجيه اللي من بنت حديديه. فحاليا كنحضر البوم غادي يكون متنوع فيه مصري مغربي خليجي ويمكن لبناني، فقالت خدامه عليه شويه بشويه لانه انا من الناس اللي كناخذ وقتي في الخدمه ما كنكونش زربانه. والله فيهم بزاف فيهم بزاف، كاين مهدي مزين، كاين مروان اصيل، كاين دي جي فان، كاين بزاف، ما بغيتش نقول باش ما ننساش شي حد، ما كاينين بزاف ما شاء الله ديال الملحنين اللي دايرين بصمه ديالهم في الساحه الفنيه المغربيه، وغادي عندي معاهم تعامل ان شاء الله قريب. الاغنيه المغربيه ولات مطلوبه في كل الوطن العربي الحمد لله، يعني كنشوفوا فنانين كبار ولاو كيغنيو باللهجه المغربيه، كنشوفوا انه الكلام ديالنا ولا كيوصلهم شويه بشويه، فاحنا هذا شيء كيشرفنا. وانا يعني كمقيمه في الخليج وكنحيي حفلات في الخليج، من اكثر الاشياء اللي كتطلب ليا حتى في حفلاتي هي الاغاني المغربيه. والله سولي المسؤولين ما تسوليش انا. يعني كل ما كانت عندي فرصه اكيد كنهبط المغرب، كل ما كانت عندي فرصه ما عرفتش. تعرض عليا عرض تمثيل من سنه دابا السنه اللي طافت، ولكن باقا مركزه على خدمتي في الغناء، يعني باقا مركزه على الغناء لانه قلت باقي خصني نعطيه واحد شويه، ولا شفت نفسي جاهزه للتمثيل وعندي السيناريو اولا عندي يعني دور مناسب ليا اكيد علاش لا. لا صراحه ما عمرني ما فكرت في التقديم، ما عمرني ما فكرت فيه، ما عرفتش الا جات الفرصه ما عرفتش واش نقبل ولا لا، الله اعلم.